الجميل لخدمة المزارعين، هذا واجب وهذا شرف وهذا علم تعلمناه يجب أن نفيد الناس فيه، لأنه من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. طبعا الهيل موجود بكميات هائلة، الهيل هذا هو بكميات هائلة، لا احنا نجهز كميات كبيرة جدا لهذا الموسم لتهامة، لتهامة إن شاء الله راح نستهدف تهامة هذه السنة وبشكل كبير جدا. وكذلك الباباي موجودة كميات أيضا منه، ورح كما أسلفت نستهدف كميات كبيرة من الهيل. الهيل هذه السنة راح نغطي كميات شاسعة إن شاء الله من تهامة، خاصة لمزارع راح نزرعه الهيل مع أشجار الموز، راح نزرعه تحت أشجار المانجو، راح نزرعه في كل الأودية في كل المناطق، لأنه من النباتات اللي يحب الظل، وبالتالي راح تشوفوا إن شاء الله هذه السنة إنتاجية كبيرة لمحصول الهيل بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى راح تشوفوا أشياء جميلة وجميلة 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 جدا. إذن أحبابي، لا يسعني في هذه اللحظات الجميلة إلا أن أودعكم آملا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم دوما، ولا تنسوا دوما. منو حبيبكم؟ من اللي يستحق المتابعة؟ من اللي يستحق الاهتمام؟ من اللي يستحق مشاركة المقاطع؟ القناة الزراعية الأولى في اليمن، لأنها صدقة جارية على نيتي وعلى نيتكم وعلى نية أبائكم، فلا تترددوا دوما في نشر مقاطعنا والاستراك في القناة ومتابعتها. وتذكروا دوما أن عمارة الأرض أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى.